الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الأصل الثاني أراد أن يبين لنا منها ما هو الإسلام. يسألك إنسان يقول أنت مسلم، ماذا تقول؟ نعم. قال ما هو الإسلام؟ تقول لا أدري. قال شهادة الزور. ما هو الإسلام؟ ها أخواني ما أحد يعرف؟ أصبر. فلما حضروا قالوا أنصف. ما هو الإسلام؟ قال الإسلام هو الاستسلام، أن تسلم أمرك لله. لا تقول لماذا أصلي الفجر وأصلي الظهر ولا أجهر وهذه ركعتين، لا. الاستسلام لله. استسلام لماذا؟ بالتوحيد. وأخذنا التوحيد، عرفنا التوحيد، أنواع التوحيد. استسلام لله بالتوحيد. والانقياد لابد من العمل، تنقاد وتطيع. والانقياد لله، استسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة. ضد الطاعة المعصية. استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. والبراءة من الشرك وأهله. كيف تكون؟ تقدم معنا قلب واللسان والجوارح. لو قال لك قائل ما هي مراتب الدين؟ ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فتح الله عليك، اجلس. أركان الإسلام كم؟ البعض لا يعرف أركان الإسلام ولا أركان الإيمان، وهذا والله إشكال. أركان الإسلام خمسة. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ قال لا معبود بحق إلا الله. وأن لا إله إلا الله لابد فيها من نفي وإثبات. ركن الشهادة هنا نفي وإثبات، كفر وإيمان. ما تصح الشهادة إلا بالنفي والإثبات. لا إله نافيا جميع معبد من دون الله، إلا الله مثبت عباد الله وحده. هذه الشهادة. إذن الشهادة لابد فيها من نفي وإثبات. كفر، فمن يكفر بالطاغوت هو يؤمن بالله. إنني براء مما تعبدون، هذا نفي. إلا الذي فطرني إلا الله. إذا لابد في الشهادة من نفي وإثبات. كفر بالطاغوت وإيمان بالله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. معناها لا معبود بحق، يعني هناك آلهة تعبد من دون الله، والمستحق للعبادة هو الله. هذا معنى أني أكفر بكل ما يعبد من دون الله، وأثبت العبادة لله وحده لا شريك له. فإن شك في الكفر بالطاغوت أو توقف أو تردد فليس بموحد. لو قال في معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، معنى هذا أن يصحح عبادة كل ما عبد من دون الله. مفهوم؟ إذا فسر التوحيد بالشرك. لو قال في معنى لا إله إلا الله لا رب بحق إلا الله، هذا معنى أن حتى الكفار الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا إله إلا الله، أبوا أن يقول لا إله إلا الله، فقبح الله. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. أبو جهل يعرف معنى لا إله إلا الله وأنت لا تعرف معنى لا إله إلا الله. يقول والحالق من هؤلاء يقول أن معنى لا إله إلا الله لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. هذا توحيد ربوبية. فإذا لا إله إلا الله لابد فيها من نفي وإثبات، كفر وإيمان. لا معبود بحق، إذا هذا معنى أن كل ما عبد من دون الله عبادة باطلة كائنا من كان. صح؟ نعم.
ومقتضى شهادة أن محمد عبد ورسوله طاعته فيما أمر، نطيع عليه الصلاة والسلام فيما أمر، و وتصديقه فيما أخبر، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. واجتناب يعني تجعل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في جانب وأنت في جانب آخر، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في ردع المبتدعة. وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى زيادة بيان وشرح في الدروس المهمة، حيث نذكر شروط لا إله إلا الله. اتفقنا أننا نمشي في العلم خطوة خطوة حتى نصل بإذن الله إلى يعني ما وصل إليه العلماء. إذن هذه شهادة لا إله إلا الله، فيها نفي وإثبات كفر وإيمان. يبقى معنا الإيمان. الإيمان لغة الإقرار والتصديق، وقلنا لا تهتم إلى التعاريف اللغوية وتهتم إلى التعاريف الشرعية. الإيمان في الشرع لابد فيه من أمور خمسة عند أهل السنة، إذا اختل واحد من هذه الأمور الخمسة هذا ليس بإيمان عند أهل السنة. قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، أو عمل القلب وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. خمسة أشياء: قول، عمل، اعتقاد، يزيد وينقص. قول باللسان، اعتقاد بالقلب، عمل بالجوارح والأركان، يعني عمل القلب وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أمور خمسة عند أهل السنة، إذا تركت واحد من هذه الخمس هذا ليس بإيمان عند أهل السنة. مفهوم؟ طيب، يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه، من هو؟ منافق. يعتقد بقلبه ولا يقول بلسانه، أئمة الكفر على هذا، أئمة الكفر على هذا. لقد علمت ما أنزل هؤلاء. أبو طالب كان يعتقد بقلبه لكن لم يصرح بلسانه، مؤمن كافر. وأنزل الله: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى. قول واعتقاد، عمل الجوارح، وعمل القلب. ما هو الدليل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد؟ نعم. الإيمان والبدعة والسبعين، عفوا، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها هذا عمل الجوارح، والحياة عمل القلب، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذا عمل القلب أيضا. ما هو الدليل أن الإيمان يزيد؟ نعم، أيكم زادته هذه إيمانا؟ وإذا كان يزيد فهذا فيه دليل على أنه ينقص، وجاء النقصان مصرحا به في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. إذن لابد أن تعرف أن الإيمان قول وعمل قلب وعمل جوارح واعتقاد، يزيد وينقص، هذا الإيمان عند أهل السنة. مفهوم؟ يسألك إنسان: أنت مؤمن؟ تقول نعم. قال: اشرح لي الإيمان. إخوانه ما يخاطب إنسان عام، يخاطب طالب علم، إذا ما نعرف الإسلام ولا الإيمان ولا معنى لا إله إلا الله، أو يقول لك اشرح لي أقل ما يكون في شرح أركان الإيمان، تقول لا أدري. إشكال والله. أركان الإيمان، من يذكر لي أركان الإيمان؟ نعم الشيخ. لا الشيخ.
أن تؤمن بالله. فتح الله عليك. أن تؤمن بالله. لو قال لك إنسان أنت مؤمن بالله، تقول نعم. قل اشرح لي هذا الإيمان الذي تدعي. أقول لا أدري. شاهد السورة. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بوجود الله. وتقدم معنا الإيمان بوجود الله دل على العقل والحس والفطرة والشرع. أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة تضمن الإيمان بأنهم عالم غيبي. عالم غيبي يعلمون الغيب. أعوذ بالله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. عالم غيب يعني غابوا عنه. الذين يؤمنون بالغيب، عالم غيب خلقهم الله من نور، يطيعون الله ولا يعصونه، لهم أرواح روح القدس وأجساد، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة، وعقول وقلوب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. هذا إثبات العقول للملائكة. ذكرنا الدليل على هذه الأمور، لهم أرواح، ملائكة عالم غيب خلقهم الله من نور، يطيعون الله ولا يعصون، لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب. نؤمن بكل الملائكة إجمالا، وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسماء مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل، وصفات لا يعصون الله ما أمرهم، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة، وأعمالهم مثل جبريل عليه السلام موكل بالوحي، ملك الموت قبض أرواح الخلق، والأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفصيلا. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. نؤمن أنها كلام الله منزل غير مخلوقة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل على كل رسول كتاب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بكل الكتب إجمالا، وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها وأخبارها وأحكامها ما لم تنسخ، وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب ومهيمنا عليه. مما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسماء القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. الإيمان بالرسل، نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون عليهم الصلاة والسلام، ورسل لا يكذبون، وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، وأنهم أدوا الأمانة ونصحوا وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاد. نؤمن بكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إجمالا، وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسماء وصفاتهم والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها والأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفصيلا، وأن أول أنبياء آدم وأول رسل نوح وخاتم الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، أنه يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، خروج الروح وقبض الملائكة لها وصعودهم بها إلى السماء، تفتح وتغلق أبواب السماء، وعودتهم بها لجسد، وأسمع قرآن عالي، وعذاب القبر ونعيم القبر، وسؤال الملكين، والبعث والنشور والجزاء والصراط والجنة والنار والشفاعة والحوض، ورؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. يبقى معنا الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن الإيمان بمراتب القضاء والقدر أربعة: علم وكتابة ومشيئة وخلق. جمعها الناظم في قوله: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الثاني كتابة، أمر الله سبحانه وتعالى القلم أن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. المشيئة، هل للعبد مشيئة أو إرادة؟ نعم، لكن تحت مشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الخلق، فالعبد مخلوق وأعماله تابعة له، فهي مخلوقة مثله، والله خلقكم وما تعملون. هذا أقل ما يكون في شرح أركان الإيمان. تراجع لي هذه المسائل
وغدا إن شاء الله تعالى اختبار تحريري. كل واحد منكم يأخذ أي ورقة ويكتب فيها شرح تعريف التوحيد لغة وشرعا، وتعريف أنواع التوحيد الثلاثة، وشرح أركان الإيمان، تعرف الإيمان شرعا، وتشرح لنا هذا الشرح المختصر موجود عندكم في المذكرة سواء كان بالعربي أو بالفرنسي، وتسلم الأوراق مع درس الفجر. ممكن تحفظ الآن وقبل الفجر تكتب لنا اختبار وتأتوا به. إخواننا مرة بكذا ومرة بكذا، احنا بريد تحفظ تحفظ. نعم، فتكتب لنا في أي ورقة، في المذكرة لا، تكتب لنا في أوراق وتسلم قبل الفجر. ماذا؟ تعريف التوحيد لغة وشرعا، وتعريف أنواع التوحيد الثلاثة، ومعنى لا إله إلا الله، ومقتضى شهادة أن محمد عبد رسوله، تعرف الإيمان لغة وشرعا، وتشرح أركان الإيمان الشرح المختصر موجود في المذكرة. طيب طيب الحمد لله. إلى غدا إن شاء الله تعالى. معكم الآن فرصة من الآن إلى الفجر، راجع واحفظ، وبعد هذا تذكر عند كتابة الورقة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس لنا. تغش نفسك، احفظ وراجع ولا عذر، إن هذا أقل ما يكون يعني تضبط في أمور معلومة من الدين بالضرورة، تعريف الإيمان، تعريف التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، مقتضى شهادة أن محمد عبد رسوله، وأركان الإيمان شرح مختصر. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ورضى، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. نعم يا أخواننا، الآن إحنا متفقين أن الكل يشارك معنا، سواء كانوا على النت أو كانوا مثلا في المنازل وفي كذا، ما المانع أن نجتهد؟ إحنا قلنا هذه الدورة ليست خاصة بالحضور وليست للجنة وكذا، هذه الدورة نسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه، فنريد الكل يشارك، كل واحد يعني يشارك ويسعى لحفظ هذه الأمور، ولابد بعد هذه الدورة أن ترجعوا وتعلموا الناس أمر توقن منه 100%. ماذا تصنع فيه؟ تعلم الناس، تفتي؟ لا، تنشر كتب التوحيد؟ نعم، تحذر من الشرك؟ ولا بد، فالكل يشارك. طيب، نعم، غيره؟ الحمد لله، وفق الله الجميع لما يحبه. غدا إن شاء الله تعالى يعني قبل الفجر تحضر لنا الاختبار، تستطيع الآن أنك تحفظ وتراجع وتكتب أو إلى الفجر. والله أخواننا سافرت إلى المغرب وكان عندي طلاب أدرسهم، وقلت لهم أنا ما أدرسكم حتى تحفظوا، فأنا عندما أستيقظ أجد الطالب عند رأسي، أستيقظ لم ينم، يقول أسمع، يقول يا أخي انتظر قليل يعني حتى يعني أتوضأ وكذا، يقول أنا جاهز. يا أخي لماذا لا تنام؟ قال ما أستطيع، كيف أنام وأنا ما أحفظ؟ هذه فرصة الآن، فرصة هيئت لك، احفظ يا أخي، راجع، تذاكر اليوم هنا تتعلم ونرد عليك ونعلمك، ليس بعيد أن يخرج طالب الآن وتلعثم في القراءة، هذا ليس بعيد. العيب أنه ما يشارك وما يسمع. بالأمس كنت أذكر لإخوانكم قصة طالب في الابتدائي، طلب منه إلقاء كلمة الصباح، كلمة الصباح تقال أمام الفصول والأساتذة والمدير
وكذا. فيقول هذا كتبت هذه الكلمة في الليل وأخذت راجع هذه الكلمة وراجع وراجع وراجع. عندما وقف الطلاب والأساتذة والمدير خرجت أمام الطلاب ورأيت الجمع. يقول أخرجت الورقة وإذا بالورقة سوداء، يقول ما أرى فيها شيء، ما أستطيع أن أقرأ منها، سوداء، الدموع بكاء، العرق يتصبب يرتجف. يقول ما استطعت أن أتكلم. فقال ماذا يقول من هذا؟ قال قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وسكت. يقول وانقلبت المدرسة رأس على عقب، الكل يضحك، الأساتذة والمدير والطلاب. يقول وان انسى فلن انسى، عندنا مدرس يعني سمين، يقول ما شاء الله، يقول اخذ يضحك من شدة ما يضحك، وضع الشماغ هذا على فيه، واذا يعني يقول بطنه تضحك. يقول الكل يضحك، هذا اليوم الدراسي كله ضحك، كل ما يدخل مدرس الفصل